احنا ربنا النهاردة يبارك. يا حاج بنتكلم عن الصدق. جاء عليك وقت او موقف كذبت؟ لا انا ما بحبش الكذب خالص، وعمري ما كدبت، واحب اقول الصدق، والموضوع ده بيعمل لي مشاكل جامدة جدا، لان انا ما احب الكذب ابدا، لان الصدق هو ما فيش غيره، ما احبش الكذب خالص. تيجي عليا بقى تعمل لي مشاكل مع اصدقائي، تعمل لي مشاكل في بيتي، بس الحمد لله صادق، ما بحبش اكذب خالص خالص خالص. الحمد لله. حكمه معينه في الموضوع ده؟ اه. ايه هي الحكمه؟ ان الرسول قال اياكم والكذب. طيب ليه بيقولوا الكذب ملوش رجلين؟ ما عشان لازم الحقيقه هتتعرف، سواء اجلا ام عاجلا الحقيقه هتتعرف. هتتعرف. الناس بقى اللي حوالين الكذاب واللي عارفين الحقيقه تفتكر بيشوفوه ازاي؟ بيشوفوه بقى انه هو يعني هو دي اسلوب حياته الكذب، واخد على كده وحياته كلها كذب في كذب في كذب، خلاص مش قادرين يصلحوا له خالص او يقولوا له اي حاجه. ليه الكذب هو اسوأ صفه في الانسان؟ لان الكذب بيؤدي الى التهلكه والى والعياذ بالله جهنم وبئس المصير. لو انت هتقول في حاجه كلمه الصدق او هتقول الصدق فيها وعارف ان انت من بعدها هتتاذي، تعمل ايه؟ لازم اقول توكل على الله. في ناس ربنا يعافينا يعني بيكذبوا شهاده الزور زي ما بيقولوا. سلم يا رب، سلم يا رب. صح كده؟ سلم يا رب. طبعا انت بتشوف الناس دي ازاي؟ لا لا، ده ناس عقابها شديده عند الله. لان الا شهاده الزور، يعني ما ممكن يشهد زور يخلي واحد ليه ورث ان هو مش هيورث، صح؟ يخلي واحد ليه مصلحه ان هي مش هتتقضي بالكذب ده ويضيع حقه. موقف مش هينجيك غير الكذب، هتكذب؟ لا، لان الرسول قال اياكم والكذب، والانسان يكذب يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، ما اقدرش اكذب. اتجوزت من ورا مراتك، ليك معايا للاخر، وقفشتك، هتكذب عليها ولا هتقول لها الحقيقه؟ انا ما اقدرش اتجوز عليها. خلينا نقول انك اتجوزت عليها. ما أنا... خلينا نقول يعني ما اقدرش اروح في داهيه كده. لا لا عادي عادي. لا احنا مش هيدخلوني البيت. لا انت كده كده حاج ممكن تدخلش البيت عادي. ايه الكذبه اللي دايما بتكذبها على زوجة حضرتك؟ معاك فلوس او لا؟ لا معيش فلوس. وانت بيكون معاك جوه؟ يعني حاجات بسيطه كده. اه. شيلها بقى للعربيه، فرد الكاوتش، حاجه محتاجه. اسال بقى حضرتك دلوقتي اسئله وتقول فيها الصدق مش الكذب. حلو؟ اتفقنا؟ بس بسرعه، رد بسرعه. ماشي؟ ايوه. تحب مراتك قوي؟ قوي. مين احلى من مراتك، هي ولا ياسمين صبري؟ مراتي. هي ولا ياسمين صبري؟ مراتي. هي ولا ياسمين صبري؟ مراتي. اعترف يا حاج. مراتي. ممكن تفدي مراتك بروحك؟ بروحي. بنقول السيدة يا حاج. بروحي يا حاج. ده عشت 25 سنة. مراتك نكدية؟ شوية. يا حاج. شوية. يا حاج. شوية. اهلا يا حاج. شوية. قول الحقيقة. شوية. طب لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك هي؟ بسرعة. الله أعلم. عمرك بقى كدبت كدب على مراتك وتفشت؟ لا لا لا. ما كدبتش. حاج حاجات بسيطة كده بس ما بتقفش يعني. والله ما اقولها. لا ده الدنيا كلها شايفانا. الله اكبر عليك، انت مركز. طب ايه الفرق بين الكدبة البيضة والكدبة اللي مش بيضة؟ لا هي كلها كدبة، مفيش كدبة بيضة ولا كدبة تانية. هنجيب لك دلوقتي شوية ألعاب ونجرب بقى كده نشوف ايه انت حضرتك جاهز كده وبطاقة زمان وتعرف تلعب ولا لا. اتفقنا؟ ماشي. يلا عم ثروت. عم ثروت بقى شد حيلك بقى. يلا. أيوة بقى عم ثروت. اصطادوا عم ثروت. تاكسي. تركيز عم ثروت. ايوه بقى عم ثروت. معانا ثلاث فوانيس عم ثروت، في فانوس فيه هديه وفانوسين فاضيين، انت وحظك بقى لما تشوف عم ثروت بقى ايه هو وحظه. اختار عم ثروت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. عم ثروت. عم ثروت كسب ايه؟ الف مبروك يا عم ثروت. الله اكبر. حبيبي حبيبي الله يبارك لك. الله يبارك لك حبيبي. كل سنه طيب. الله يبارك لك. والله كنت عاوز اجدد الرخصه والله العظيم، واقول يا رب ارزقني اجدد الرخصه حبيبي الصاحب حبيبي. حبيبي عم ثروت الله مبروك يا عم ثروت. الله يبارك لك. الله يبارك لك. متشكر جدا. الحمد لله. والله الله يبارك لك. متشكر جدا. الله يبارك لك يا عم ثروت. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا عم ثروت. الف شكر. ربنا يبارك لك. الله يخليك يا صاحبي. الله يخليك. الله يكرمك. الله يكرمك. انا فرحان انك فرحان. والله العظيم انا فرحت والله. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. والله هروح بكره المرور اجدد الرخصه والله. هدفع التامينات واجدد الرخص. الحمد لله. الله يبارك. الحمد لله. الله يخليك.
اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.